سلام، يعطيك العافية شباب صبايا. ويا اليوم نكمل موضوعنا بالنسبة للهرمون ذات ريجوليت بلود جلوكوز، بالإضافة للإنسولين اللي حكينا عنه والجلايكوجين. في عنا الأدرينالين اللي هو جلايكونوليتيك اون ليفر اند ماسلز. شوفوا مثلا إذا بكون في عندكم مثلا بكرة امتحان، بتقولوا والله ليلة الامتحان درست وكل المعلومات اجت بسرعة ليلة الامتحان، لأنه الأدرينالين صار يشتغل عندكم. بحالات الستريس مثلا الواحد اللي بيروح على الجيم وبركض كثير، وهذا الادرينالين دائما عنده شغال، فبيحول كل الجلوكوز المخزن بوديه للليفر، اللي بيكون بالليفر بوديه للمسلز. كويس. في عندنا كمان هرمون ثاني اللي هو جلوكوكورتيكويد، اللي هو بيزيد الجلوكوجينيسيس وبيقلل الجلوكوز ابتيك باي ذا تيشيو. كويس، يعني بيزيد التخزين، بيشتغلوا بعكس بعضهم البعض هذولا. كمان في عنا في هرمون ثالث مثل زي الجروث هرمون بسموه جي اتش، هذا بزيد الجلوكاجون هرمون، بعدين بيعمل انهبيشن للجلوكوز ابتيك باي تيشو. في عنا ثايروكسين اللي هو انكريز جلوكوز ابسوربشن فروم انتستين، بزيد الجلايكولايسيس يعني بيحطم الجلوكوز المخزن عندنا بالليفر. The net result is the rise of the blood glucose. اي خربش فيهن هذولا الهرمونات اللي حكينا. في عنا تو فورم اوف دايابيتس اللي هو سكري تايب 1 اللي هو ناتج على انه بسموه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس IDDM باختصار. مثلا البيتا سيلز اللي بتكون بالبنكرياس بتبطل تفرز الانسولين. كويس. في النوع الثاني ناتج عن اسباب ثانويه، يعني مثلا طبيعته هذا الانسان تبع التايب 1، خصوصا بين الناس اللي ينج بكون عمره 4-5 سنين، كان بيلاحظ انه الولد بكسبش صحه، دائما تعبان، السكري عنده زياده. كويس. تايب 2 اللي هو نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، اللي هو ناتج مثلا عن السمنه، عن الحمل، عن مثلا الغدد الدرقية مش شغالة مظبوط عند الشخص هذا، فهذا بسموه تايب 2 دايابيتس. بعض الأدوية بتعمل عنا تايب 2 دايابيتس ميليتس. كويس. في عنا هاي مثلا دايابيتس ميليتس بفحصوه مثلا ببعض المختبرات، بأخذوا هاي قاعد بطلع صورة، أنا بأخذوا مثلا ستيك from the lancet on the tip of the finger وبفحصوا. إذا كان هذا فحص طبعا مش دقيق، إذا لو كان الواحد ما كل وجبة فيها شوية سكر قبل الفحص بيطلع عنده عالي، بس هو مش عالي. كويس. في فحوصات كثيرة بيعملوها للمرضى هذولا، اللي هو الراندوم شوجر، في شي بسموه فاستنج بلاد شوجر، مثلا بقول لك لازم بطل أكل من 12 بالليل الصبح، بسموه الفاستنج أدق بلاد شوجر. في عند الهيموجلوبين A1C، هذا بشوف الهيموجلوبين هذا ما بيرتفع إلا عند البيشنت هذولا، اللي بيرتفع عنده اللي بيكون في عنده مثلا سكر عالي. زي ما حكينا المرة الماضية، في ناس بيقولوا أكثر من 6.0 يعتبر ديابيتس، في ناس بيقول لك لا أكثر من 6.5. مثلا أعراض الديابيتس كلكم بتعرفوها، عندنا بيكون في عندنا 1 مليون بالأردن في عندهم ديابيتس وأكثر. أعراضها زي العطس، بوليوريا، بروح على الحمام كثير، بتلاقيه بتعب برمضان، بتلاقي مثلا في ناس بصير في عندهم كوما، بصير عندهم السكر 600، تصور يعني. في عندنا هايبر جلايسيميا دو ابسس اوف ذا افكت اوف ذا انسولين، بصير في عندنا الجلوكوز بكون باليورين، لوز اوف جلوكوز ان يورين، وين ذا بلاد جلوكوز ليفل بيكم مثلا بزيد عن الرينال ثريشولد اللي هو 180 ملغ. كويس. في عنا بوليوريا مثل ما حكينا، الواحد بتبول كثير، بصير في عنا اكزيرشن اوف جلوكوز ان ذا يورين، بزيد الاوزماتيك بريشر اوف ذا بلاد، وهذا بيخلي الووتر يطلع برا السيلز توار ذا بلاد. ذس كوز ديهايدريشن، بخلي المريض مثلا يصير عطشان اوف تيشو سيلز. بصير في عنا بولي ديبسيا اللي هي انتنس ثيرست ديو تو ديهايدريشن، لما المريض مثلا السوائل هاي تطلع من جسمه بصير الواحد ديهايدريشن، بضل يشرب مي. حكينا في نوع ثاني اسمه دايابيتس انسيبيداس اللي هو السكر الكاذب، وحكينا لكم عنه مره.
اللي هو له علاقة بالـ ADH هرمون أكثر من علاقته بالإنسولين. أوكي، في عنا إشي بسموه acidosis due to inhibition of carbohydrate metabolism. This the body depends on the fat metabolism which supply most of the energy. في عنا uncontrolled diabetes accumulation of acetoacetic acid and beta hydroxybutyric acid. هذا هو سبب الأسيدوزز اللي بصير عند الناس اللي عندهم سكري، اللي عندهم ديابيتس، اللي هو accumulation uncontrolled acetoacetic acid بيرتفع، والبيتا هيدروكسيبيوتريك acid كمان بيرتفع، بصير عندهم أسيدوزز. كويس، بعدين هذول المرضى مثلا lose of weight and asthenia due to mobilization of fat and protein for blood for supply of energy. بتلاقي المرضى هذول بيضعفوا، هذول السبب انه البروتين والفات هاي المخزنة بتكون عند الواحد، مثلا بقولك والله كان ناقص حصن، كان ضعف، لان كل هاي sources of energy تحولت على اساس تعوض، تعطي الانسان energy بدل الجلوكوز، لان الجلوكوز قاعد بروح باليورين. كمان مرات مش شرط increase الكوليسترول والترايجليسرايد، بصير early development of erythrosclerosis اللي هو تصلب بالشرايين. تلاحظوا شايفين مرضى السكر شو بيعملوا، بده طبيب شرايين، بده طبيب للكلى، النظر بتأثر عنده، سمنة. مرات كمان بصير مريض السكري في عنده كوما، بصير يغيب. كويس، وهسه شركات الأدوية مثلا صارت تعمل، صارت تصنع أدوية بحيث إنه يكون يعوض بدل السكر، يعمل كنترول للسكر الموجود بالجسم، كمان يعوضه بدل الليبيد اللي صار عنده.